معاكم بعطريه وعم نسال هلا شو بتختار ترجع طفل صغير ليوم واحد او تصير ختيار كبير او ختياره كبيره او طفله صغيره وليش؟ شاركونا بهذا الموضوع، علقوا بهذا الموضوع. انت شو اخترتي؟ انا بختار ارجع طفله. ليه؟ يعني ممكن ارجع اغير قرارات معينه اتخذتها بحياتي، اشخاص معينين، يعني كثير اشياء ممكن اغيرها، ممكن تقلب الطاوله معي. حلو. خلال هاي الفتره وبعدين بتغير كل منحى حياتي. ممكن. تمام، احنا عم نحكي ليوم واحد. ليوم واحد. تمام، خلينا نقرا بعض التعليقات اللي وصلتنا هنا. نوجه تحيه لصديقتي اي بطار، وجه لها تحيه، بتحكي مرحبا يا جماعه اشتقت لكم، بختار ارجع طفل طبعا، والله البراءه والبساطه اللي هم فيها حلوه، بشوف ابني ونفسي افوت بمخه واعرف شو بفكر. طارق صبيحي بيحكي طفل لا هم ولا شيء، ولا شيء ولا غم. وكمان عندنا هون بيحكي لانه يعني بتمنى ارجع طفل لانه ما كان الواحد عليه مسؤوليه، بس هي عمار يوم يوم. اما تسليم كانت مختلفة تماما، اختارت انها تكون ختيارة، بدي اشوف شو بصير معي لما كبرت، ما بحب ارجع لاي مرحلة قديمة عشتها، بحب اعرف شو راح يصير لقدام. اقنعتيني يا تسليم، حبيت تفكيرك الصراحة. او ممكن بدك تشوفي كيف شكلك ممكن يكون. هون عندنا منال بتحكي طفولتي عشتها وشفتها واستمتعت فيها كثير، بس دائما المجهول جميل ومريح انه نعرفه، عندي فضول اشوف حالي وقدراتي وانا ختياره، اشوف اولادي واحفادي، اشوف تطور الحياه مع التكنولوجيا واللي عم تسبقنا هلا حتى بالتفكير بكتير امور، عندي فضول اشوفها بهذا اليوم. وكمان سماح بتتفق مع منال وبتحكي انا شفت طفولتي حابه اشوف مستقبلي. باختصار حنين، انت بتتذكري كثير تفاصيل من الطفوله؟ وهلا كنت عم بفكر بهذا الشيء. تذكري تفاصيل مشاهد معينه، حركات معينه كنت تسويها؟ هلا بتذكر كثير، في اوقات بتعرف هاي الطشاش اللي بتتذكرها. بس كثير بتذكر اشياء من طفولتي وبتذكر الاماكن والناس كمان، يعني كثير انا دقيقه بالديتيلز. انت دقيقه. مش بايدي. انت معن؟ انا مش كثير بتذكر، يعني بتذكر شوي من المدرسة بس على كبر، يعني من صف يمكن خلينا نحكي ثامن وطالع، بس قبل هيك ما بتذكر ولا أي شيء. تذكريني باسمك؟ حنين. أو نسرين. أنا برجع طفل صغير لأنه ما في أحلى من أيام الطفولة والبراءة. مهند عم بحكي، هنا مكاوي من الرياض تحكي بختار أكون طفلة كرمال نجتمع أنا وكل عائلتي على نفس الطاولة لأنه كلنا حاليا مغتربين وإلنا سنين ما اجتمعنا كلنا مع بعض. أما صديقنا هنا بحكي برجع بختار برجع طفل، ورد عم بحكي عشان أسأل أمي ليش كانت تلبسنا هيك. المشكلة مش باللبس نفسه، المشكلة بطريقة لبسه، يعني بتلاقي التيشيرت واصل، الشورت واصل للوز. شي ما ضحكتيني، شوفوا شي ما شو بعتت لنا قصة. بتذكر بس عملوا فطور بالروضة وماما أصرت تبعت معي بيض وأنا أعيط ما بدي، فخلتني أروح على الروضة ولحقتني بالبيض وفاتت على الصف وعطتني إياه قدام الكل. رح تاخدي رح تاخدي. يلا شاركونا شو بتختار ليوم واحد تصير ختيار أو ترجع طفل وليش. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.